وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هذا الإبليس كان يقول كلاما عظيما على الله سبحانه، فينسب الولد لله، وينسب الصاحبة لله، وينسب ما لا يجوز لله سبحانه وتعالى. وهذا كله شطط، والشطط له معنيان: إما معنى الكذب، أي كلامه ده كله كذب، وإما بمعنى الغلو، الغلو لمجاوزة الحد، الغلو بمعنى مجاوزة الحد. إذن الشيطان أفعاله تدور بين الكذب والغلو، سبحان الله، بين الكذب والغلو، دي أفعال الشيطان تدور بين الكذب والغلو، اللي هو الشطط، بين الكذب والغلو. ولذلك نهينا عن الكذب، ونهينا عن ماذا؟ عن الغلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب. إياكم ده اسم فعل أمر في معنى النهي، هذا نهي. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، نسأل الله تعالى العافية. والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو ده أهلك الأمم السابقة، الغلو، الغلو مجاوزة الحد في كل شيء. ولذلك الإسلام كله قائم على القصد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم هديا قاصدا، هديا قاصدا. وقال ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليس المقصود بالوسط التفسخ والبعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الوسطية، لا، يبقى الغناء حلال والرأس حلال والموسيقى حلال، كله حلال في حلال، ما فيش هناك حرام خالص، ما فيش عندهم حرام، لا. وإنما المقصود بالوسط منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما ارتضاه الله عز وجل لأنبيائه والصالحين من عباده.